ليش؟ تظلم من الرجل او نقول حق الناس ان احنا وكلناهم مغلب. محمد محمد مساعد رايح للجمهور. دقيقة قبل لا تبلش الحلقة، وصلت لكم أعظم مفاجأة، وأخيراً بوكس تحدي 30 صار موجود ومتوفر لجميع دول العالم. تعالوا خل أوريكم البوكس. أول ما تفتح البوكس تلقى ورقة الإرشادات، كلكم راح تعرفون أكيد، لكن حبيبكم الجرس موجود. داخل البوكس في 4 فقرات، ماذا تعرف، المزاد والجرس والتعويض. بكل فقرة في 8، يعني داخل البوكس بروحه في 8 حلقات. مثال، إذا الحين بنلعب حلقة واحدة تاخذ كرت من كل فقرة، ماذا تعرف، المزاد والجرس والتعويض، صار عندك حلقة كاملة. وترى الأسئلة وايد صعبة، حتى عبد الله الشكناني ما يقدر عليهم. اللي حاب يطلب هذا البوكس راح يطلع لكم جاهز الموقع، ايضا راح نثبته باول تعليق تحت. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، والحلقة الاولى من بطل الاردن. نبدا بالظهور الجديد والوجه الجديد، ملك المقالب في الوالد. على فكرة أنا أكرهك وأحب الوالد. أنت إيش ولد؟ تعمل مقالب زين. مقالب. على العموم حياك الله. الله يحييك. يا محمد نورتنا وشرفتنا، وأتمنى إني اللي سمعته صح، لأن قالوا لي إن أنت عندك خلفية رائعة. رائعة؟ نعم. إن شاء الله. هذا اللي وصلني، وأنت توصايا من أبو سروال سبحان الله صار ضدك أبو سروال. والله قلت له رائعة. والله قلت له عنده خلفية مرتبة. إن شاء الله. هذا التصريح اللي عندك؟ يعني. بطلع مني. يطلع منك. اوكي، كالعادة حبيب القلب وحبيب الملايين ابو سروال لك المايك. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. برنامجي المفضل ولعبتي الصغيرة، يعني لعبتي الصغيرة. اوكي. لأول مرة صراحة يعني راح اشعر بشعور اشكناني. بهدلك. قال ما هو هاي الفكرة. اول مرة بحس اني اشكناني. يعني هو قصده انت على ابو سروال واشكر. فهمتك. حيقتل لي ان الضحك يغدرني ويفوز. اوكي نبدا. لا. بس اسالك ايه. اوكي دام انا بسالك سؤال، ايش رايك بالشاكيت هذا؟ انت بتسموه شاكيت؟ احنا جاكيت نقول، بس يعني عشان تفهمني. انت شو تقولون؟ احنا جاكيت. 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 انا جاكيت، احنا نقول جاكيت. انا سمعتها شاكيت. شاكيت شاكيت. يعني اداء رهيب والله، اداء بخوف. اهم شيء انه ماركه. شنو الماركه؟ ايوه اديداس. ايوه قولها. اديداس. ايوه. ليش؟ لانه هلكنا ستوريات في الكويت. اديداس راي على افنيو مول. اديداس امبسدر لاديداس. اي في الكويت فقط امبسدر. نعم. اوكي ندخل في فقرتنا الاولى، فقره ماذا تعرف. أكثر لاعبين سبق أن لعبوا بجانب اللاعب زيدان عبر التاريخ. رونالدو. أشكناني إيش فيك؟ استنى والله عجقني. رونالدو يا زلمة. راموس. روبرتو كارلوس. صحيح. هو بيحكي الناس القدام، أنا فكرت بيحكي الجداد. أنا بلشت أخاف. كاسياس. بيكهام. ديفيد بيكهام. صحيح. ريال مدريد. يعني مارسيلو، يعني كان يعطيه بساطة. مارسيلو ما لعب. مارسيلو ما لعبش. سترايك 1. جينا نفكر رونالدو. لا هو حكى زيدان. هو حكى زيدان. اقسم بالله نفكر رونالدو. لاعب بحبه جوتي. جوتي يا سلام عليه، صفقة حق جوتي يا جماعة. يستاهل. تفضل. اقسم بالله نفكر السؤال على رونالدو. زيدان. زيدان ابيدال. 3-2-1. سترايك 1. هنري. تيري هنري. شو اسمه؟ ثواني. أعطيك 3 ثواني. أعطيني 3 ثواني. 3. لا تنسى الباس. في باس. 3-2-1. باس. راول. راول. خلاص باس. أربلوة. عندك باس مرة واحدة. وين طول بالك. طول بالك. لا إله إلا الله. أربلوة ما لعبش معه. أربلوة ما لعب مع زيدان. أعطيه سترايك. لا أنت الحين قلت باس. أنت شنو؟ أنت سترايك 2. سترايك 2. الحين أنت قلت أربلوة.
انا ما اقول لا انت قلت اربلو انا ارجع اربلو راح تاخذ سترايك 2 يا علي ايش سترايك 2 حلو زميل لعب جنب زيدان زيدان اخوي ثلاثة اثنين واحد سترايك 3 وقف ستوب 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 كاسياس روبرتو كارلوس سلجادو هييرو هيلغيرا سولاري فيجو راؤول موريانتس جوتي اللي قلت هذا بانديه بس والله كنت بتضحكي سوى المنتخب بارتيز تورام شنايدر إيسايي شنايدر شكو لا 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 اذكر لاعبين سجلوا اهداف في دور 16 في كاس عالم قطر 2022 الاخير اي لاعب سجل هدف في دور 16 تقدر تذكر لي اسمه المفروض انك متابع كاس العالم وهم 20 لاعب مختلف دور 16 نعم وقتك بدا ميسي في كل مره سجل يعني ليونيل ميسي امبابي امبابي الفاريز الفاريز الارجنتين سجل على مين؟ على اللي لعبوا ضدهم استراليا 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 انجلترا لعبت دور 16 هاري كين بدك تخش كرواتيا اليابان بيريزيتش برافو عليك يلا جيرو جيرو اوه والله صفقه صح طيب ماشي اوكي لاعب اليابان ريتشارلسون البرازيل البرازيل ضد كوريا ريتشارلسون صحيح ايه قوى ليش مالك الجول الرابع 16 دور 16 ولا دور 8 كان هذاك لا 8 16 انا متاكد بشوش علي والله بشوش مع وقتك ثواني ثواني لا لا ما لا وقتك محفوظ تبي نرجع الفار بدي فار مش هي ضد كوريا دور 16 ضد كوريا نرجع للفار شيشوني نرجع للفار البرازيل لعبوا دور 16 مع منو بسرعه انا واثق اذا اسمع اذا مو صح انا بنسحب الجول الرابع لما عملت تيكي تاكا خلينا نتاكد خلينا نتاكد كنت في الملعب كنا في الملعب انت قلت شارلسون صح دور 16 قول هذا معد ها غيره غيره دخيل الله هذيك المره ويست هام وهسه مش عارف شو اسمه لا لا شوف دقيقه احنا نتغشمر ونضحك بس يا جماعه الشباب وياي يعني طاقين درب الكويت طيب ايوه بس سلام البرازيل عيب. ضد كوريا مش عارفها يعني انت لك ضيع وقت ترى وتر لا لا قول لا لا انا نسيت كل المعلومات انت لك حق تنتقده لكن انتقاد انه يعني عادي نضحك انا انتقاد بناها شباب قلت ان هذا هذا موعد لا لا احترام شباب حياكم الله وخذوا راحتكم الكل بغلط لا 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 هذيك المره غلط معاي وهسه كمان اي اوكي اخر مره تكلمت فيها على ضحك احنا تقبلناها بس اذا صدق ما يصير بسرعه هاي ما انا لاني واثق من المعلومه ادي بس شنو قلت له انت قلت له هذا موعد هذا عنده اسم يا رجل ما ينفع كذا بهالطريقه لا هو مش قصده ما هو غلطه الشاطر بألف يعني مشكلته ادري بس انتقده بس انتقده من غير كلمه هذا احنا يمكن عندنا بالكويت ممنوع تقول هذا حق شخص يعني هو لا اسمه لا احترام ولا تقديره ما ينفع الكل يغلط بالنهايه مش مشكلتي غلطني انا ما ينفع لا ما يصير انا هاي ما دل الشباب جايين معاي ما اسمح اي احد يغلط عليهم حتى لو ان انت غالي وعزيز علي ما اسمح حد يغلط عليهم فاعتذر منه لو سمحت ليش اعتذر هو غلطان انت قلت هذا هذا موعد اسمه خلص اعتذر خلص هو الغلطان ما يصير ما يصير هو ما تكلم ساكت هو غلط غلط في يعني شيء في يعني البرازيل وكرواتيا لو غلط الحين اليابان الحين انت لما تصور في اليوتيوب ما تغلط مرات في حوار ولا تغلط في شيء اه طبعا في هذا انا بغلط مع نفسي اي شو اسمه موعد برنامج عبد الرحمن قول له حقك علي عبد الرحمن عاد ترى الاعتذار بالنهايه شجاعه على فكره ما هو عيب هو اللي لازم يقول لانه انا اول مره بجاوب اجابه سريعه ما ينفعش بسرعه ارجوك عشان نقدر نكمل الحلقة بسلاسة. يلا كمل يلا. لا اعتذر من الرجل. ليش؟ اعتذر من الرجل أو نقول حق الناس إن إحنا وكلناهم مغلب. كل الناس صدقوا اعتذروا أنتم صدقتم. محمد انا ما بعرف اللي بقول خليك تعمل مقال في ابوك طالع كاميرتك احترف انك صدقت 100% اه والله صدقت الصراحه والشب كان تعبير وجهه تعمل مقال في ابوك يا جماعه اللي حولني برافو عليك خسر باع حمزه وياها صراحه مر ورا الكواليس مستحيل يا جماعة هذا كله مقلب متفق بس متفق بين أربع أشخاص أنا وبسروال وعذبي وحاولني الشباب اللي شغالين وطبعا سامر وين سامر أوكي بس ريتشاردسون صح تفضل زياش زياش للأسف انتهت صفر صفر ما في سترايك سترايك ون يا محمد فينيسيوس جونيور صحيح نيمار لوكاس باكيتا يا سلام وين بلعب هذا برازيل 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 إذا ما سمعتك صاحبي
هذا المعد صرت أصعب يا معد دق فيه يا زلمة شو هالمعد ثلاثة اثنين خلص ابدا بس واحد سترايك تو دور 16 كان أول مباراة أمريكا ضد هولندا وقام بإحراز الهدف الأول من فيز دبي والله برافو علي يا جماعة والله درس كنا في نحضر في كأس العالم يعني طبيعي ما بتذكرهن برافو كنا في قطر خلاص سترايك 3 وياخذ النقطة علي وننتقل مباشرة للسؤال اللي بعده اذكر أكثر 25 فريق أو نادي فوزا في تاريخ الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد أرسنال مين ظل؟ تشيلسي إيفرتون ظل واحد ثلاثة سيتي عندي عندك توتنهام صح 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 يا حبيبي شو مالك صح أكثر 25 أكثر 25 يعني مش اللقب فوزا في المباريات بالدوري الإنجليزي أوكي فكرت في اللقب توتنهام عمره ما أخذ لقب لا لا أستعطي رأيك مش فاهم السؤال شو لا عنده وقت ثلاثة ليستر سيتي نيوكاسل وست هام ثلاثة اثنين بس واحد قول باس بس ايش بازل باس 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 ضرب اقول له سويسري قاعد تقول ده المفروض 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 ثلاثة اثنين مدري واحد بلد زبرة ما اتوقع موجود لا يا زول زبرة يا جماعة مالك في هذا شو اسمه ولفرهامبتون ولفرهامبتون وولفز موجود قول صح قول صح وولفز سترايك 1 وست بروميتش البيون ايوه اكيد موجود صح خلاص نروح عنده بس نروح والله راح بس حكينا ارسنال سترايك 2 اوكي حكينا ارسنال صح اي حكيته ثلاثة اثنين واحد وست هام برومتش من هذا اذا انت حكيته قبل شوي هسه البيون وفي برومتش هو وست برومتش البيون كذا نادي واحد خلاص سترايك سترايك وين علي طلع ثلاثة خلاص انت بس واحد سترايك 3 تعرف لو اعطاني باص انا عجلت والله راحوا نسيتهم السؤال اللي بعده يقول اذكر قائمة المنتخب الارجنتيني كاملة في كأس العالم الأخير في 2022 هم 26 لاعب خلي ميسي حق محمد نعم ميسي ميسي والله دي ماريا صحيح مارتينيز مارتينيز الحارس مارتينيز الحارس في مارتينيز الثاني صحيح بغش بغش تمام اوتمندي اوتمندي الثاني لا مارتينيز في مارتينيز الثالث صح ديبالا اذا ممكن نحكي انا والله والله العظيم هالاند اذا والله الارجنتين بحب امي ان شاء الله عندك السرور سترايك 1 ايش اجاوب من منطقتك 3 2 1 سترايك 2 تفضل جنجا مين هذا يا حبيبي جنجا اول مره اسمع فيه مين جنجا مين جنجا تعرفوا جنجا ماك الكسر الكاستر بقى بلقب اليكس لا هو حق جنجا ما هم بدا سترايك 1 علي تفضل سترايك 1 تنمر كان يتنمر على جنجا ايش مارتينيز رابع ما في هو ثلاثة خلاص حط الاسترايك حط الاسترايك سترايك 3 ويروح علي ياخذ الفقره راجنجا محسوب بتخليه على الصفر لا مستحيل اي وين فاموس وينه بس عندي معلومات يعني بطلع منه واحد من عشرة والله هذه هديه لك من فاموس وهذه هديه لك من فاموس افتح اي خلينا نشوف مع الناس حمدون حدلعك اللي شو اسمه في دوري ابطال الدار هاي برازيل صح هذا التيشيرت الثاني تحياتنا لفاموس ايش مين هذا احلى بلوزه اشوفها في حياتي شو نيمار جونيور ابيض برازيل يا حبيبي برازيل برازيل اوكي نروح الحين ندخل لفقره ايش المزاج يعني هاي الفقره الوحيده اللي حيكون فيها المزاد بين 2 و3 بس يعني التفاهم العادي 26 27 الا هالمره 3 كم اسم ملعب الدوري الانجليزي تقدر تذكر 30 ثانيه 2 2 3 أربعة خمسة خلاص روح روح بسروال ثلاثة اثنين واحد جو اتحاد إمارات ويمبلي أولد ترافورد
ويمبلي ما ينحسب أنفيلد بستانبو في دروبر بريتش. صح برافو. أسرع واحد بجاوب. أنا كنت عارف أربعة صراحة. ريح يا عبد الله السكلاني. صار خمسة. يعني الصراحة. اللهم ما أدري. جيبوا لي عادل سعد. كم اسم نادي في الدوري البرتغالي تقدر تذكر في 30 ثانية؟ تفضل. هما الثلاثة اللي بنعرفهم. وأنا زيك ما أعرفش غير. كيف قلت ثلاثة؟ طب أنت بتعرف الثلاثة دول؟ آه والله. أعطيني أنت قد دار قول لي. طب يلا واحد. أخذهم. واحد ثلاث خلاص قول لي خد ثلاثة يروح محمد صدق غير خربط ثلاثة اثنين واحد روح بورتو لشبونة وبنفيكا يا سلام وياخذ الاثنين فيش غيرهم اصلا مين في غيرهم يعني في مارتيمو البرتغالي هو اكيد فيه يعني بيلعبوش ثلاث بالدوري بس انه احنا ما بنعرفش غيرهم كم اسم حارس حالي يلعب في الدوريات الخمس الكبرى الاوروبيه تقدر تذكر 30 ثانيه 19 لا شو 19 والله كنت اقول لك هو لا مزح خمسه سته 10 روح 10 يا علي 3 2 1 جو بلش من الدوري الالماني المخمج نوير سومر تراب نروح للدوري الفرنسي دوناروما نافاز نروح للدوري الاسباني اشتيجن كورتوا لونين بونو ضايل واحد؟ ضايل واحد يلا. دور الإنجليزي عندك. بدي إياها توصل للثانية. يلا. هجاوب وأنا نايم. طب ثواني ثواني. دخية دخية. تأثر علي دخية. النقطة تروحني علي. عشرة كثير. محمد كم اسم مدرب سبق أن درب في الدوري الإسباني عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية؟ خمسة. ايش السؤال؟ كم اسم مدرب درب في الدوري الاسباني؟ اه اوكي. سته مدرب اسباني خمسه. مو مدرب اسباني، اي مدرب درب في الدوري الاسباني خمسه هني. خمسه والله سته. سبعه. عشره. روح. عشره. انت تطلع كثير. ثلاثه اثنين واحد جو. زيدان، انشيلوتي، لوبتيجي، انريكي، بيب جوارديولا، بوتشيتشينو. شو هاد بوتشيتشينو؟ سباليتي. دخل سباليتي مع الأقرع تبع الأرجنتين كيف تقوله الأقرع قول لي شو هو طيب بنرجع لمدريد شوي ديلبوسكي ريكارد بار اثنين تشافي باقي واحد كيكي 60 بلبرجي ثانية اوكي نروح حق جرس فقرة الجرس اذكر احد الانديه التي سجل ضدها او سجل عليها اللاعب السابق سعد الفوزان شنو هذا خمسه يلا اربعه سعد دفاع دفاع بلاد كويتي اصلا تفضل الدوري الكويتي الكويت الكويتي سجل عليهم سجلت عليهم الفوز في نهائي كاس ولي العهد سجلت امام الكويت شفتوا الجول دبل كان صح لا مش مين اللي سجلت عليهم فاول الشباب السالي بعد يقول ما هي اخر بطوله فاز فيها المدرب كارلو انشيلوتي كاس العالم للانديه يا سلام برافو برافو يخلص انا ناسي اللي فقرت الجرس انا هيك عامل ايدي باستثناء نادي ليدز وليستر هذول انجليز اذكر نادي اخر من الدوري الانجليزي يبدا اسمه بحرف اللام ليفربول ايوه برافو علم انا انت وترتني وترتني الله يعين اشكنان اللي يلعب ضدي يا زلمه شو في كاس العالم الاخير بين كرواتيا والبرازيل انتهت المباراه 1-1 من سجل هدف البرازيل نيمار ايوه برافو طبعا ما قلت لكم مش حاضر كاس العالم خاطر جرس على طول خاطر كنت حتحكي نيمار اصلا اي لاعب قول ما اسم المدرب الحالي لنادي نابولي محمد ابو سروال روح سروال اسمه اربعه نابولي يا سلام أيوة. نابولي عمر سوا هذا المفروض المفروض يكون سباليتي ايوه صح برافو من اللاعب الذي سجل اول هدف في كاس العالم تفضل اول لاعب سجل في كاس العالم وكنت في الملعب وكان جنب الكولومبيين فالنسيا صحيح علم بحكي مع التفاصيل برافو بس جاب جولين انت ايش دراك ان انا قصدي كاس العالم هذا يكون كاس العالم تعال تعال لا صح تعال 2018 قصدك لا قصدي انا 2018 مين 2018
امبابي. لا والله 2018 مباراة روسيا ضد السعودية. منو ما ادري من كانت باتل افتتاح اصلا. اي صح روسيا السعودية. روسيا السعودية. زوبا زوبا اسم اللاعب اسمه زوبا صح؟ لاعب روسي. زوبا زوبا بعرفه. والله ممكن تشيرشف ممكن. لا لا زوبا. لا لا تشيرشف حط الثالث هيك. اللاعب الاول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في اشبيليا ريال مدريد باريس. راموس. صحيح. برافو برافو برافو. اللاعب القادم هو لاعب حالي بدأ مسيرته في روت فيس الألماني. حلو. بروسيا منشن جلادباخ. بروسيا دورتموند. لاعب حالي. عرفته. سومر. خطأ. لا لا مش سومر بلعب هسه زلمه لعيب كثير. صح. بس طلع حالا صاروا اللي يجيب لي جوال هيك شو اسمه؟ بس والله وصفاته كلها صح اللي قلت. عارف اسمه بلعب دورتموند انا فيفا. بلينغهام؟ لا لا. لاعب حالي. طب ابو حرف اعطونا حرف يا جماعه. الراء حرف الراء. ريوس. ايوه رويس صح برافو ماركو رويس. شو مسيرته؟ روت فيس الالماني بروسيا جلادباخ دورتموند. والله اخوي انا يعني معروف انه انولد عند الركنيه تاع دورتموند. بس هو حالي في دورتموند كلهم صح. اوكي السؤال اللاعب الحالي هو اخر لاعب في هذه الحلقه يقول بدا مسيرته في شختار بروسيا دورتموند مانشستر يونايتد أرسنال روما انتر ميلان وبدأ الوقت بس بلعب انتر ميلان نعم شو شختار شختار دورتموند مانشستر يونايتد أرسنال روما انتر ميلان الترك انه من مانشستر الى أرسنال هذا الترك هذا عمره 40 سنة على الحكي اللي بتحكي انت مسيرته جبارة صراحة كان في أرسنال صار يونايتد ايوه جيرو عكس. جيرو جيرو خطأ أليكسيس سانشيز خطأ اخر هسه مع مين هو مع الانتر عميد خطا انتهى الوقت مختاريان مختاريان اسمه استنى شو اسمه مختاريان استنى ايش مختاريان مختاريان سماره سماره صفار يعني مختاريان شو بده يذكرني بمختاريان وبكذي انتهت لا يا زلمه بس خلاص خليها كمان شوي شو خليها ضل فيها كمان شوي انتهت الحلقه بفوز ابو سروال وانتقاله الى النهائي وبانتظار مواجهه حمزه ورامي على العموم محمد مشكور على حضورك الرائع تقدر توجه اي كلمه تبيها للكاميرتك والله برنامج رائع وانت ما شاء الله عليك وبسروال حبيبي وحمزه وكلكم بتجننوا وباي باي بس يروح مستعجل سروال تفضل هوز نيكست نيكست نشوف البايز ان شاء الله ونشوف هوز نيكست انا وكمان شيء بدي اسير بدي احضر كل الحلقات ضروري عشان تصير المفايله بدك تتصل بس عندي شويه معلومات واحد ما شاء الله انا قيمتك واحد من عشرة واحد ونص لازم ثلاثة من عشرة عشان محمد محمد مشكور على حضورك ابو سروال راح اشوفك في حلقة النهائي اشوفكم في حلقات قادمة في امان الله